زي ما حضراتكم شايفين يعني يمكن لأول مرة في تاريخ نادي الزمالك لم يحضر أحد من جمهور نادي الزمالك، يعني سواء يعني الجماهير اللي موجودة يتعدوا على الأصابع، يعني مش حوالي 50 من المشجع دول اللي حضروا مباراة الزمالك اليوم والبنك الأهلي. يعني الزمالك قبل هذه المباراة بيحتل المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز، يعني شيء محزن بغياب جمهور نادي الزمالك عن المدرجات زي ما حضراتكم شايفين الصورة بتتكلم، حتى الجمهور اللي موجود يعني الكل لابس اسود